مشاهدينا من نيويورك مراسل العربية طلال الحاج، أهلا بك يا طلال. معنا طلال، أعطينا فكرة وصورة عما دار بالضبط في جلسة مجلس الأمن الطارئة هذه، على ما يبدو بأنها كانت عاصفة بشكل كبير. نعم، كانت عاصفة، وفي واقع الأمر لينا وضع النبرة لهذه الجلسة الأمين العام ببيانه الذي اعتبر فيه قرار روسيا خرقا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وأنه يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأن المنظمة الدولية تمشيا مع قرارات الجمعية العامة تظل تؤيد وبصورة كاملة سيادة واستقلال وسلامة أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا. ولذلك جاءت الكلمات من روزماري دي كارلو وهي وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، قالت في بداية كلمتها أنها بحزن عميق تنقل إلى مجلس الأمن هذه الإحاطة بعد دخول القوات الروسية إلى شرق أوكرانيا، أي أنه اعتراف من الأمم المتحدة بأن القوات الروسية دخلت الآن شرق أوكرانيا في المنطقتين اللتين اعترف بهما الرئيس بوتين بأنهما دولتين مستقلتين. طبعا الأمم المتحدة لا تعترف بذلك، ومعظم الدول في الأمم المتحدة لا تعترف، أعتقد غالبية العظمى لا تعترف. هناك ربما دولة أو دولتين أو ثلاث تدور في الفلك الروسي مثل فنزويلا وكوبا اعترفت بهذه الدول، ولكن بقية العالم لا يعترفون بهذه الدول. سفيرة الأمريكية كلمتها كانت شديدة، وقالت أنه منذ الحرب العالمية الثانية وقف ميثاق الأمم المتحدة ضد الطغيان ضد الاستعمار، ولكن الرئيس بوتين أعلن بالاعتراف بالمنطقتين ووضع قواته كقوات سلام حفظ سلام، وأن هذا هراء لأننا نعرف ماهية هذه القوات على حد قولها. وقالت أننا نتحرك إلى إزالة الاستعمار لا إلى إعادة الاستعمار والإمبراطوريات. وأكدت أن هناك الآن مليوني. تفضلي. لا، أكمل نقطتك يا طلال، تفضل. أن هناك أزمة إنسانية متواجدة في أوكرانيا، مليونين من الأوكرانيين يحتاجون إلى الغذاء والمساعدات، ولكن في حالة الغزو الكامل لأوكرانيا من قبل القوات الروسية ستزداد هذه الأزمة الإنسانية الحادة. نعم. طيب طلال، هل هناك طريقة أو ماذا قيل وراء الكواليس؟ هل يمكن أن يؤخذ هذا الأمر إلى أبعد من فقط جلسة حتى وإن كانت عاصفة تدين وتستنكر، إلى ما يعني إلى قرار مثلا أو شيء يجبر روسيا على التراجع من قبل مجلس الأمن، أخذا بعين الاعتبار بأن روسيا هي عضو دائم في مجلس الأمن ولا حق الفيتو أيضا؟ هذه هي الكلمة المهمة، روسيا عضو دائم والأهم، لديها حق النقض أو الفيتو. لا يسير شيء في داخل الأمم المتحدة وخاصة في داخل مجلس الأمن إلا بموافقة الدول الخمسة الدائمة العضوية التي تحظى وتتمتع بحق استخدام النقض أو حق الفيتو. لذلك هذه الجلسة هي لتوضيح المواقف، وتبين من هذه الجلسة فعلا أن مثلا أربعة دول فقط لم تشجب وبشدة، روسيا وهي الهند والبرازيل والصين إضافة إلى روسيا بالطبع. أما بقية الدول منها من كان خفيفا في انتقاداته وطالب بالتراجع عن القرارات واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ولكن معظم الدول شجبت وبقوة هذا التحرك اليوم من قبل روسيا والاعتراف بالجمهوريتين. بالنسبة لمندوبي أوكرانيا، المناطق التي قال أن المناطق التي يصفها المندوب الروسي بجمهوريتين هم مناطق داخل الحدود الأوكرانية المعترف بها دوليا وستظل دون تغيير هذه الحدود. روسيا طبعا اتهمت المتحدثين، معظم المتحدثين، بأن يهملون 4 ملايين يعيشون في المنطقتين هاتي يعانون من البطش الأوكراني للمدنيين هناك. نعم، شكرا جزيلا لك من نيويورك مراسل العربية طلال الحاج.